كالعادة قبل لا أسوي أي فيديو أسأل نفسي سؤال مهم جدا، هل هذا الفيديو مهم؟ وهذا السؤال سألته لفيديوهات كثيرة قبل، سألته لنفس هذا الفيديو، هل مهم أني أتكلم عن كيف تنسى مشاكلك؟ بعدين قلت لا مو مهم، بعدين في شيء تتكلم داخلي قال لا مهم. طيب ليش مهم؟ لأنه مو أي أحد يقدر ينسى مشاكله أو يتعامل مع نفسه وذاته لما تصير في مشكلة. طيب إيش الدليل؟ واحد ثالث تكلم. الدليل هو إنه كثير من الناس أصلاً سبب المشاكل في حياتهم إنهم ما قدروا يتعاملون مع المشاكل الصغيرة أو المتوسطة اللي صارت عندهم في حياتهم، لأنه ما عرف يتعامل مع هذه المشاكل طاح في مشكلة أكبر. مثلاً لو واحد صارت له مشكلة مثلاً لا سمح الله انفصل من وظيفته أياً كانت، تمشكل مع أخوه، ممكن إنه يروح يطيح في المخدرات، ممكن إنه يبدأ يدخن، ممكن انه يسوي اشياء كثيرة سيئة متوقع انه هذا الشيء ممكن يخليه ينسى مشاكل. انا اعرف ناس كثير على المستوى الشخصي ادمنوا الشراب مثلا بسبب انه كان وده ينسى مشاكله. في ناس بدأوا يدخنون فوق عمر 30 سنة لانه كان يتوقع انه الدخان بيروق وينسي مشاكله. لكن احيانا انت لما تطيح في مشكلة وتكون جوا الدائرة ما تقدر تتعامل مع المشكلة بذكاء، ممكن تتصرف تصرفات تستغرب من نفسك بعدين ليش سويت كذا اصلا، وهذا امر وارد وطبيعي. شوف الأشياء اللي أنا بقولها لك ما هي أشياء خارقة. 1-2 تأكد أني ما راح أقول لك تفاءل فكر بإيجابية، عرفت هذه السوالف؟ لا لا لا، أنا بقول لك شيء أنا فعلا أسويه. لما تمر في مشكلة، المشكلة ما تمر مرور الكرام، للأسف أنها ترهقك بمعنى أنها ما تخليك فقط حزين بل أنها تأثر على روتين يومك، تأثر على عملك، تأثر على نومك، تأثر حتى على نفسيتك، تأثر على علاقاتك مع الناس، على علاقاتك مع أخوانك، على علاقاتك مع زملائك. لما صارت لي المشاكل صراحة ما كان الموضوع سهل علي، يعني ما طقت كذا في راسي وقلت أيوة أنت عشان تنسى سوي كذا، لا صراحة كان شيء امتكتك، خططت عشان أقدر أتعامل مع هذه المشاكل. قبل 2 تقريبا مريت بخسارة مالية ما هي سهلة، دخلت في مشروع خسرت وسكت طبعا، كانت مؤلمة جدا بالنسبة لي، والله ما حد يدري عنها حتى أقرب الناس لي. ضقت فعلا وأثرت على نفسيتي مرة، فقلت تعال أبو حميد أنت عشان تنسى لازم تسوي كيت وكيت وكيت، وبدأت أكتب صراحة. فخلني أقول لك 6 أو 7 نقاط مهمة جدا لازم تسويها لما تصير لك مشكلة أيا كانت هذه المشكلة. بسم الله نبدأ. الحاجة الأولى الرياضة. أنا أدري أنك سمعت هذا الكلام كثير، لكن وأنا مثلك سمعته وكنت طنشة، إن فعلا مرة قلت يلا بسم الله خلني أنا أتمرن دائما نص ساعة إلى 45 دقيقة، خلني هذه المرة أضغط نفسي بزيادة. يا أخي لما مارست الرياضة حسيت أنها قاعدة تطفي غليلي، عرفت شو؟ يعني شيء في شيء حرقة داخلي قاعد الرياضة تطفي، قاعد تسحب مني طاقة سلبية مرة عالية وتخلي عندي روح أكثر في الرياضة. حتى وإن كانت مشي، جري، تمرين في النادي، كارديو، كورة، أيا كان نوع الرياضة، يا أخي سبحان الله كيف أنها تحرك دمك وتحرك عقلك وتخليك تنسى المشكلة وتركز فقط في الرياضة. أحيانا أهمل الرياضة فترة كذا شهر شهرين، لما تصير لي مشكلة أرجع وأركز بزيادة في الرياضة، فلقيت أنها تريحني بشكل نفسي، تريح عقلي، تريح ذاتي، تريح جسمي، أحس أني مستصح أكثر، الحزن والكتمة اللي فيني أحس أنها تروح. الشيء الثاني، أشغل نفسك. اللي يزيد الطين بلة هو أنك تكون فاضي وعندك مشكلة، لأن الفضاوة تخليك ما تنسى المشكلة بل تترك لك مساحة وتهيئك أن عقلك يتمسك في المشكلة. لكن إذا أشغلت نفسك بأي شيء إيش ما كان، سواء شيء بمقابل أو بدون مقابل، مثلا التطوع، لما تتطوع تشغل نفسك في التطوع، أنت قبل كنت تسوي مثلا حاجة خيرية أو تطوعية مرة في الأسبوع، سواها كل يوم ساعة، أرهق نفسك زيادة في عملية التطوع، تريح ذاتك وبتحسسك بشعور جدا جميل وتخليك تنسى المشكلة. انشغل في عملك، إذا أنت تشتغل 8 ساعات زد 2-3 ساعات ما في مشكلة، أعرف أنك بتنضغط، لكن على الأقل هذه الفترة اللي ممكن تخليك تنسى المشكلة نفس الوقت راح يبان جهدك وعملك عند الناس اللي تشتغل معاهم، صدقني راح تعود عليك بالفائدة بشكل جدا كبير. بل أنه والله يا جماعة أقول لكم على المستوى الشخصي، أفضل المقاطع اللي نزلتها في اليوتيوب أو الأفكار اللي جبناها عشان نسوي فيها فيديو أو المشاريع اللي بعناها كانت والله بعد مشاكل، أغلبها مو كلها. الشيء الثالث، ابحث لك عن شيء تحبه مرة. أنت عندك هواية، موهبة، مثلا قراءة، مسلسلات وأفلام مثلا، إذا أنت تحب تبغى لغة، تبغى تتعلم لغة جديدة، ركز. هذا التركيز العالي في الشيء اللي أنت ودك تتعلمه
بيخليك تنسى جزء كبير من المشكلة، بل أنه بيخليك تفكر أو تتفكر في شيء جديد في حياتك. الحاجة الخامسة، كن اجتماعي أكثر. أنا بالنسبة لي هذه حاجة مختلفة ومميزة جدا، قابل ناس أكثر، كون علاقات أكثر. جيت وقلت أنا كيف كل يوم كل يوم لمدة أسبوعين 3 أسابيع قدام أقابل شخصين في اليوم من زمان ما شفتهم، فقمت أفرز، رحت كتب فتحت الجوال وقمت أمشي بالأسماء اللي عندي وصرت أسجل. واحد أبغى أمشي أنا وياه، الثاني أبغى أتعشى أنا وياه ولا نتقهوى. كنت أمشي كل يوم لمدة من نص ساعة على ساعة مع واحد جديد غير اللي مشيت معه أمس. فدقيت عليهم، مرحبا فلان كيف حالك شو اخبارك يا اخي، انا والله ودي انا كل يوم امشي للممشى صراحه ومشتاق لك، ودي اشوفك وسلم عليك واخذ اخبارك، يعني ما عندي شيء يعني بس كذا، فايش رايك تمشي معي بكره؟ بعدين اكتب افتح التقويم واسجل بكره، في واحد الاربعاء، في واحد قال لي معليش انا الخميس ما اقدر، اقدر السبت، سجلت السبت. بعدين خلاص مليت جدول اسبوعين كامل كله مشي تمام. بعدين رحت على العشاء وبديت اعزم الناس اللي ممكن نتقهوى معاهم، لو قال لي العشاء والله انا ما اقدر اتعشى معاك بس انا فاضي العصر، اقول له خلاص خلينا نتقهوى، واختار مكان بيني وبينه يعني لا اتعنى له ولا يتعنى لي، كذا في النص. ما تتخيلون يا جماعه كيف اثرت على نفسيتي، مو بس اثرت على نفسيتي بل انها فادتني، يعني في كثير افكار التقينا فيها وشغل وحماس، بل اني تعرفت على مجالات جديده، في كثير من اصدقائي السنه اللي راحت انتقل وظيفه جديده فما كنت اعرف هو وين راح، ففيه يعني حاجات كثيرة ما كنت مستوعبها استوعبتها في ذيك الأسبوعين، بعيدا عن الهدف الأساسي اللي هو أني أنسى هذه المشكلة، بل أنهم أيضا أعطوني روح جديدة، كثير منهم حفزني شجعني، يعني روح محمد أنت تراك مميز في الشغل فلاني، مرة شفت لك فيديو كويس روح سو كذا، يا الله حسيت حاجة حلوة صرت أسويها كل ما أطيح في مشكلة، بل أني أحيانا أسويها حتى لو ما كانت في مشكلة لأنها فعلا تعيد لك الحياة. الحاجة السادسة، يمكن مو كل الناس يقدرون عليها ولكن حاول انك تسويها لو على نطاق قريب، غير مكانك، بمعنى مو تنقل تشد تترك بيتكم، لا سافر لفترة أسبوع 3 أيام، مو لازم تسافر سفرة دولية إذا أنت ما تقدر، سافر سفرة محلية، روح مدينة ثانية، روح بحر، روح. ولما تسافر لا تروح تسافر وتجلس، روح سافر واصنع حدث في ذاك المكان اللي أنت رايح له. قلت يلا بسم الله وين نروح يا أخي، أنا ودي أغوص، وفعلا دقيت على واحد من أصدقائي يعرف غواص، تعرفت عليه في جدة لما رحت، وقلت له أبو فلان أنا بأخذ عندك دورة غوص، قال لي الله يحييك متى يناسبك، قلت الأسبوع ذا يصلح، قال لي يصلح. بعدين جت في بالي فكرة، طيب ليش ما نسوي فيديو ونعلم الناس كيف يكونون غواصين، قال لي برضو أنا معاك اللي تامر به، ورحت على جدة والله وسويت كذا غوص نساني كل شيء في مشاكل، فعلا استمتعت، ذقت شيء جدا 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 رهيب. الحاجة السابعة والأخيرة، التغيير. غير من الأشياء البسيطة في حياتك، غير ذا الكرسي، غير ذا الطاولة، غير الإضاءة، غير أي شيء في حياتك. مثلا أعرف واحد من العيال مروا في مشكلة، تنو سوى راح المحل يغيرون لون السيارة، وغير لون السيارة يحطون عليها زي التجليدة، اصنع هذا التغيير. إذا صالتك نفس الشيء صار لها فترة غيرها، غير مثلا كرسيك في العمل بدال ما أنت قاعد في المكتب اللي هنا روح في مكتب ثاني. هذا النوع من التغيير، النادي مثلا تتمرن في النادي الثاني روح تمرن في نادي جديد، تغيير في حياتك قد يقتل عندك الروتين ويدخلك في مود جديد، خصوصا لما تكون مشكلة معاك عمرها طويل شوي. هذا اللي عندي، يعني هذا الشيء اللي أنا أسويه، أتمنى من كل قلبي أنه هذا الفيديو لمسك، وارد جدا أنه أي إنسان في هذه الدنيا أنه يمر في مشكلة، المشكلة قد تكون سبب في نجاحه، لأنه بعض الناس ما نجح إلا بسبب المشاكل اللي عنده في حياته، بل أن الإنسان اللي حياته كذا معتدلة ما فيها ولا مشكلة غالبا تلقاه سطحي في النهاية. حتى يقولون دائما في تربية الأبناء لما ابنك يقع في مشكلة لا تساعده، خصوصا لما يكون صغيرة، أقصد المشاكل الصغيرة، خله هو يخارج نفسه ويتعلم ويمارس الحياة. وهذا الشيء أنا علمني يا أبوي من يوم عمري 18 سنة، يعني أذكر جيت شاورته في شيء قال لي وش فرقك عن أخواتك، قلت له أنا رجال هم بنات، قال لا هم أطفال وأنت رجال، لا تقعد كل شيء تشغلني تجي عندي وتسألني وتزعجني، رح مارس الحياة، صقع في راسك. لذلك المشاكل قد تصنع الإنسان أحيانا، ولكن لازم تعرف كيف تتعامل مع هذه المشاكل. فإن شاء الله أنه أنت وأنا وكثير ناس حولنا نحبهم هم من الناس اللي المشاكل ترفعهم فوق ويعرفون كيف يتعاملون معهم. أنا جاي بس أساعدك وأخلي تفكيري يلتقي مع تفكيرك ونتشارك هذه الأشياء الحلوة اللي تساعدك وتساعدني. شكرا لأنك شفت هذا الفيديو كامل، لا تنسى تعلق تعطينا رأيك، وعطينا ترى يمكن مو كل شيء أنا قلته صح،
أعطينا رأيك وعلمني كيف أنا أنسى مشكلتي فعلا. ترى أنا بتعلم منك بعد عن طريق التعليقات، وأنا أقرأ التعليقات كلها. لا تنسون سبسكرايب، لايك الفيديو عشان ينتشر ويوصل لناس أكثر ممكن يستفيدون منه. برضو ترى هذا حسابي في انستغرام وتيك توك، صرت حق تيك توك وسناب شات، أنزل فيه نوع محتوى مختلف إن شاء الله يفيدكم يعجبكم. شكرا لك، مع السلامة.